السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنشرح بإذن الله تعالى شرح مختصر لحديث جبريل عليه السلام. أولا، جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة المتعلم المتأدب. ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم، فلا بد أن طالب العلم يظهر عليه أثر التعلم في لباسه، في كلامه، في سؤاله، في جلوسه، في إنصاته. يعني لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم، وكذلك الجن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تأدبوا بآداب طالب العلم، فلما حضروه قالوا أنصتوا. كذلك سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن طالب العلم لا بد أن يؤدي حقوق ستة ظهرت هنا في حديث جبريل عليه السلام: حق مع نفسه، وحق مع زميله، وحق مع المكان الذي يدرس فيه، وحق مع الكتاب، وحق مع الشيخ، وحق مع العلم الذي تعلم. جبريل عليه السلام في الحديث جاء متعلما مسترشدا، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. لماذا؟ لأنه طبق الذي تعلم وظهر عليه أثر التعلم. في لباسه وسط، لا إفراط ولا تفريط، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتعد، وأنصت الكلام عليه الصلاة والسلام. سأل سؤال واحد أو ثلاثة أسئلة مثلا أو أربعة، لكن هذه الأسئلة أصبحت يعني عندنا عليها تدور الشريعة، مدار الشريعة، واستفادت الأمة. ونحن نعرف أحيانا بعض الطلاب هدانا الله إياهم أحيانا يسأل سؤال واحد يضيع الدرس، يضيع المحاضرة، يسأل ما لا فائدة فيه أصلا، يسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. إذا لا يمكن أن نسأل أسئلة كما يقول البعض يعني تافهة، يعني نسأل أسئلة لم يسأل عنها الصحابة، نسأل أسئلة بدعية، نبتدع بعض الأسئلة، وبعض الناس يريد يخترع أسئلة. لا، لابد أن نكون على ما كان عليه الصحابة رضوان. سكت الصحابة نسكت، سأل الصحابة عن أشياء نسأل عنها، وإلا لا نتكلم، نقف عندها هذا الحد، نقف عند الأشياء التي وقف عندها الصحابة رضوان الله عليهم، ونطلب العلم كما طلب هؤلاء. لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مراتب الدين. فما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة. فإذا سألنا سائل وقال ما هي مراتب الدين، نقول ثلاثة مراتب: الإسلام، وأعلى من الإسلام الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان. فإذا مراتب الدين ثلاثة: إسلام، وإيمان، وإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. الركن الأول وهو أول ما يبدأ به في الدعوة، وأول ما يتعلم المسلم، شهادة أن لا إله إلا الله. نحن نقول الآن أشهد. ما معنى أشهد؟ يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. الشهادة لا يمكن أن نشهد على شيء إلا ونحن نثق منه أو نثق فيه 100%. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. يعني لا يمكن أن نشهد على شيء إلا ولابد أن نثق في هذه الشهادة 100%، لا نتردد فيها ولا نشك فيها. فشهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله تخلية،
إلا الله تحلية، لا إله إنني براء مما تعبدون، إلا الله إلا الذي فطرني. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين، لا إله إلا الله بناء، وهذا البناء قائم على ركنين، على عمودين. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. إذا لا تنفع لا إله إلا الله إلا بالركنين. لا إله لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادة باطل، والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. هناك من يقول في معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لو قال في معنى لا إله إلا الله أن معناها لا معبود إلا الله هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنه يقول بها، يقول عندما يقول لا معنى لا إله الله لا معبود إلا الله، كان يقول أن كل معبود فهو إله، الذي عبد الصنم فقد عبد الله، عبد الحجر عبد الله. لكن عندما يقول لا معبود بحق، إذا هناك معبودات بالباطل، وأنا أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا لا إله إلا الله تقوم على ركنين، نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية. هناك من يقول مثلا في معنى لا إلا الله لا رب بحق إلا الله، نقول هذا التوحيد توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل وأبو لهب وكفار مكة يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأبو أن يقولوا لا إله إلا الله. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله ونحن لا نعرف، لابد أن نتعلم معنى لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، لا معبود بحق إلا الله، مثبت العبادة لله وحده لا شريك له، هذا في شهادة أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد يعني مقرا بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي، أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، ولا بد. فهو عبد، ما معنى عبد؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، فمن صرف شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الربوبية، استجار بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعاه من دون الله، ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هذا لم يشهد أنه عبد، وهو رسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. العبودية تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق، لا طريقة إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على المبتدعة. إذن وأشهد أن محمدا عبده، أي أنه لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. قلنا أن عبد يصح فيها أن نقول عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، وعبد هو أعبد الخلق لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. فمن يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد، من يبتدع في دين الله لم يشهد بأنه عبد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الثاني الصلاة، من قال أن الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة فقد أخطأ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. لماذا لم يقل الصلاة وقال إقام الصلاة؟ لأنه قد يأتي الإنسان ويصلي مثلا في اليوم ركعتين ويقول أنا أتيت بهذا الركوع وهو الصلاة، نقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال إقام الصلاة ويقيمون الصلاة. ما معنى هذا؟ أنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، وتنتفي عنا مبطلات الصلاة. إذا إقام الصلاة أي نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى، فنصلي الصلاة تامة بشروطها وأركانها
واجباتها ومكملاتها وتنتفي عنا المبطلات أي مبطلات الصلاة. لو أتى بمبطل لم يقيم الصلاة، لو ترك شرطا من الشروط هذا لم يقيم الصلاة. والصلاة المفروضة خمس: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. بعد هذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة. لماذا؟ لأنه قد يكون لديه مثلا 40 مليون مثلا من المال، يمر عليها الحول سنة كاملة هجرية ولا وقد بلغت النصاب قطعا، فيخرج مثلا 10 دنانير مثلا ويقول أنا أديت الزكاة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الزكاة، قال إيتاء الزكاة. لماذا؟ حتى تؤخذ الزكاة من الأموال التي يجب إخراج الزكاة منها وتدفع إلى أهل الزكاة أصناف الثمانية، إنه قد يخرج الزكاة إلى أمه، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى أبيه. نعم، فهذا لم يؤتي الزكاة، ولابد من المقدار المعين لطائفة معينة في وقت معين. نعم. والزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة مال وزكاة بدن. زكاة البدن هي زكاة الفطر، وزكاة المال الذهب والفضة النقدين وما قوم مقام النقدين من العملة الورقية، والسائمة من بهيمة الأنعام يعني التي ترعى في المراعي دون أن يعلفها إبل وبقر وغنم، وعروض التجارة والخارج من الأرض أي الحبوب والثمار. هذه أنواع الزكاة الواجبة. ثم بعد هذا قال عليه الصلاة والسلام: وصوم رمضان، وهذا معلوم ظاهر واضح، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الركن الخامس. هذه الأركان الخمسة بني الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام على خمس، يعني هذا البناء الإسلام بناء، هذا البناء بني على هذه الأركان الخمس. فإذا أتينا بهذه الأركان الخمس معنى هذا أننا أتينا بهذا الطابق، نريد نعبر عنه أنه طابق الإسلام. إذا أتينا بهذا بالإسلام نرتقي إلى الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني هذه الرتبة الأولى كما ذكرنا مراتب الدين ثلاثة: المرتبة الأولى، الدرجة الأولى التي يبدأ بها الإنسان الإسلام، ثم يرتقي بعد هذا إلى الإيمان. لو قال لنا قائل لأي واحد منا سأل وقال هل أنت مسلم؟ لابد أن نقول نعم أنا مسلم. فقد يقول لنا: ما هو الإسلام؟ كيف أكون مسلم؟ عرف لي الإسلام يا مسلم. إذا عرفنا الإسلام الحمد لله، هذا معناه أننا يعني عرفنا الإسلام وبإذن الله نعمل به. وإذا لا، وإذا قال هذا أنا لا أعرف ما هو الإسلام، إذا معنى هذا أنه عندما قال أنا مسلم هذه شهادة زور، وأراد أعداء الإسلام أن نصل إلى هذه المرتبة أننا لا نعرف شيئا عن الإسلام إلا الاسم فقط: ميم سين لام ميم. ولأن بعض الناس لا يعرف شيء عن الإسلام، لا إقام الصلاة ولا شهادة شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمد عبده، هو لا يعرف ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني نسلم لله، أنا عبد أسلم، أقول آمنت صدقت سلمت. الاستسلام لله بالتوحيد يعني نسلم ونفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لا بد من مسلم يعمل يطيع ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد بعض الناس أحيانا يقول له: لماذا لا تصلي؟ للمرأة لماذا لا تحتجب تأتي بالحجاب الشرعي بالجلباب؟ تقول أنا حرة. هي في الحقيقة في هذا الباب ليست حرة عندما تقول هذا الكلام، هي في الحقيقة هنا هي تعبد الشيطان وتطيع الشيطان.
لأن في عبادة الله سبحانه وتعالى الخير، وخلق خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه، فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لابد من الطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لابد أن المسلم يبرأ من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله، هذه المسألة انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام، طرفين ووسط. قسم يسب الكفار وتعرض لهم بالقتل والسب والشتم وأخذ الأموال، وقسم يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم وتظن أن هذا من الكافرين، نسأل العافية والسلامة. وقسم وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يتعرض لهم لا بالسب ولا بالشتم ولا بالقتل، يفي لهم بالعهود ولا يشاركهم في أعيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في طقوسهم ولا في لباسهم، يدعوهم إلى الله، يتعامل معهم في البيع والشراء على ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. ثم بعد هذا نقول ذكر جبريل عليه السلام سأل عن الإيمان، فقد يسألنا سائل مؤمن؟ نقول نعم مؤمن. ما هو الإيمان؟ الإيمان لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد في التعريف من أمور خمسة في التعريف الإيمان. أما أركان الإيمان هي ستة، سنتكلم أولا عن تعريف الإيمان. لابد نعرف ما هو الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذا التعريف للإيمان لابد فيه من أمور خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم؟ طيب، إذن قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان، عندي سؤال، ولو يعني تكتبوا هذا السؤال وكل يعني واحدة تجيب عن هذا السؤال، وسنرى في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى الإجابات. السؤال الأول: من كان يقول بلسانه، يقول بلسانه كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسوله وإقام الصلاة، يقول كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه، يعني يقول بلسانه فقط دون أن يعتقد بقلبه، فماذا نسمي هذا؟ من يقول بلسانه دون الاعتقاد بالقلب، ماذا نسميه؟ نسمي هذا منافقا نفاق أكبر، اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق يقول بلسانه فقط دون أن يعتقد بقلبه، يعني كلمة تقال باللسان دون أن يعني يصدقها القلب ويعتقد بها القلب. طيب، السؤال الثاني: عندنا من يعتقد، يعني يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله وقام الصلاة، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتقد هذا، لكن لا يقول بلسانه وهو قادر صحيح معافى. أعيد السؤال: رجل يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول بلسانه وهو قادر على الكلام صحيح معافى، ما هو الجواب؟ ماذا نسميه؟ مؤمن، كافر، منافق، ضعيف الإيمان، ماذا؟ نسمي هذا أو على هذا أئمة الكفر على هذا. إبليس على هذا؟ نعم، إبليس يعتقد لكن لم ينطق بلسانه. فرعون على هذا؟ نعم،
أبو جهل على هذا نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قلنا لكم أن الإيمان لابد فيه من أمور خمسة: أن يقول بلسانه لا يكفي، لابد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب. القلب نعم له عمل كالخوف والرجاء مثلا والمحبة، وعمل القلب وعمل الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق كالصلاة مثلا، يزيد بالطاعة. الإيمان يزيد نعم، أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا كان يزيد لابد ينقص. إذن لابد حتى نؤمن أن نأتي بهذه الأمور الخمسة: أن نقول بلساننا ونعتقد بالقلب ونعمل بالقلب وبالجوارح، ولابد أن نؤمن أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أركان الإيمان ستة. قد يسألنا سائل يقول ما هي أركان الإيمان؟ نقول ستة. ما هو الركن الأول؟ أن تؤمن بالله. هل أنت مؤمن بالله؟ تقول نعم. فيقول مثلا كيف أكون مؤمن بالله؟ علمني. تقول لا أدري. إذا هذا معناه أن الإيمان هذا فيه نظر، والشهادة هذا شهادة الزور. أن تؤمن بالله، قال الإيمان أن تؤمن بالله. كيف أؤمن بالله؟ الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأمور أربعة: أن نؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. أعيد: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله. الإيمان بالربوبية، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأفعال العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته عن وجه اللائق به سبحانه وتعالى. الإيمان بوجود الله، وهناك في هذه الأيام من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا، نجملها في أدلة أربعة إجمالا. إذن الأدلة الإجمالية على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون، طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، إلا ولابد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. العقل. الثاني الحس، يكون الإنسان في كرب وشدة، يرفع يديه للسماء يقول يا رب فرجها، يا رب فرجها، يا رب فرجها، أجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في السماء سحاب، وأخذ يدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، نزل الغيث. هذا دليل محسوس ملموس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، أخذوا يدعون، الأول دعا الصخرة انفرجت، هذا دليل على وجود الله، دليل حسي. الثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. الرابع الشرع، وهذا كثيرة الأدلة الشرعية كثيرة، بل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ما من آية في القرآن إلا وفيها الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، على توحيد الله. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية أسماء وصفات، الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بالله وملائكته. كيف أؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ لا والله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم، عالم غيبي، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. لهم أرواح، روح القدس، وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وعقول حد وقلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. إذن يسألون ويجيبون، هذا دليل لهم عقول. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام، وبما ونؤمن كذلك بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.
وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، والأعمال التي يقومون بها، جبريل عليه السلام موكل بالوحي مثلا، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، الإيمان بالكتب، كيف نؤمن بالكتب؟ نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى معه كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. نؤمن بكل الكتب وبما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها، قرآن، توراة، إنجيل، زبور، صحف إبراهيم، صحف موسى عليه الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. إذا لا نطالع هذه الكتب، نؤمن بها دون أن نطالع ما فيها، لأن القرآن نسخ هذه الكتب ومهيمن عليه. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمان ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت عليه الصلاة والسلام فهو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس، يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لابد أن نؤمن بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها، صعودهم بالروح إلى السماء، تفتح وتغلق لها باب السماء، ثم عودتهم بالروح إلى الجسد، ثم سؤال الملكين، يسمع قرع نعاله وسؤال الملكين عن الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي يوم القيامة، الشفاعة العظمى. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ما يكون بعد الموت. نعم، الركن السادس وهو الأخير من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربعة، مراتب أربعة. حتى نحقق الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن نؤمن بهذه المراتب الأربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. العلم أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الأشياء التي لم تقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقعت كيف تقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الثاني الكتاب، أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء إلا وهو مكتوب. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حظكم أن شئتم. إذن للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله، شاء الله أن يفعل فعل وإلا لم يفعل. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. هذا ما يتعلق بشرح أركان الإيمان، هذا بل أقل ما يقال في شرح أركان الإيمان إن لم يعني نطول أكثر. ثم قال له صدقت، قال فعجبنا له، يسأل ويصدق
هذا فيه أنه يعرف الإجابة لكن أراد أن يعلم، وسماه معلما عليه الصلاة والسلام. ثم سأل عن الإيمان، عن الإحسان، وهذه هي المرتبة الثالثة. الإحسان ركن واحد، الإيمان الإسلام أركان خمسة، الإيمان أركان ستة، الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه. لكن تحت هذا الركن مرتبة أعلى المراتب ومرتبة لا يخرج عنها مسلم. أعلى المراتب في الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، تسمى هذه العبادة عبادة مشاهدة، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني أقوى دافع يدفع الإنسان للعبادة هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يصلي حتى تتفطر قدمه، أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أقوى دافع يدفع الإنسان للعبادة هو الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. ولا يعني هذا أن ليس لديه شيئا من الخوف، لا، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لكن أقوى دافع يدفع العبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. إن لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن الخروج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة مراقبة، هذه المرتبة الثانية، وهي عبادة خوف وهرب ولا يخرج عنها مسلم. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة؟ يعني لا جبريل عليه السلام ولا النبي عليه الصلاة والسلام يدري متى الساعة، إذن غيرهما من باب أولى. فكل من ادعى علم الساعة، كل من ادعى علم الغيب، كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. الساعة أمر عظيم، فجعل الله سبحانه وتعالى لها علامات. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى العلامات الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى. فقال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة على أقوال، منها يكثر عقوق الوالدين، يكثر الرق، يكون عندنا الملك لديه جارية يتسرى بها بشروط مدونة في كتب الفقه وتنجب له ولد، يوما من الأيام يموت الملك ويصبح هذا الولد سيدا على أمه، يصبح هو الملك. نعم. طيب قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البليان، يعني ينقلب هذا الفقر إلى غنى فاحش. هذا والله أعلم أقل ما يقال في هذا الحديث المبارك في ما سأل جبريل عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. في أسئلة سيشوفها. طيب هذا الأسئلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، نقول هذا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي إلى إحجاءات عظمته لا يماثل ما للمخلوقين. وكذلك في الحديث نقول إثبات الإخلاص، أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول نعمل لله، نعمل لوجه الله، هذا معناه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه الله به وإثبات الإخلاص. الإنسان يعني الأصل أن يجعل كل ما يعمل لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي يعني أعمالي البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي أعمالي المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، ومحياي
يعني الذي له أن يتصرف في حال الحياة أو حال الممات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. لا، مراتب الدين ثلاثة، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين ثلاثة وليست بمرتبتين. عندنا إشكال يورد بعض الناس، يقول مثلا، يعني نقول له اتق الله، لماذا تشرب الخمر؟ يقول أنا أشرب بقضاء الله وقدره، لو شاء الله ما شربت الخمر. لماذا تصنع كذا؟ يقول لو شاء الله ما صنعت كذا. فماذا نصنع في هذا من يقول يعني لو شاء الله ما شربت الخمر؟ يقول هذا يضرب حتى يغمى عليه، نضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق وقال لماذا تضربني؟ نقول قدر الله سبحانه وتعالى أن أضربك، ماذا أفعل؟ أمر كتبه الله، فإن اقتنع تركناه وإلا ضربناه الثانية. أنا أقول هذا الكلام ليس من باب التعدي على الآخرين، من باب حتى نفهم القاعدة. رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده حد من حدود الله، فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتبه الله علي؟ قال له عمر ونحن كتب الله سبحانه وتعالى علينا أن نقطع يدك، أتلومني على شيء كتب الله علينا؟ فأجابوا بنفس الحجة: المسلم يحسن الظن في الله ويتعاطى الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كان الجزاء من جنس العمل، فسنيسره لليسرى. لماذا نختار طريق الشقاء ولا نختار طريق السعادة؟ لماذا نترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؟ قدر الله، نعم، وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبئة والأمراض قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لو كان الآن، لو كانت هذه الدنيا ليس فيها كفر وليس فيها فتن ولا شهوات ولا معاصي ولا أوبئة ولا أمراض، ما عرفنا المؤمن حقا من المنافق، نسأل العافية والسلام. ونحن عبيد، وذكرنا لكم أن الإسلام هو الاستسلام، ليس لأحد أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. عبد تقول آمنت صدقت سلمت، وليس لي إلا الرضا والتسليم، أصلي، لماذا أجهر في الفجر ولا أجهر في الظهر؟ نقول أنت عبد، نعم، مسلم، تسلم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. عندنا إشكال يورد بعض الناس، وذكرنا هذا في المحاضرة الآن، أننا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أتقى لله منا وأعلم بالله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. فبعض الناس يسأل أو تأتيني رسالة، أجبني الآن وبسرعة، هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ نسأل، نقول هل سأل هذا السؤال الصحابة رضي الله عليهم؟ لا. هل تكلم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن نقول لهذا السائل، إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، تبتدع في دين الله، هذا أولا. ثم نقول لمن يسأل عن الإنسان هل هو مسير أو مخير، نقول ماذا تريد منا؟ تريد منا أن نقع في أن نقول بالجبر، يعني إنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار، أو القول بالقدر، يعني ننكر القضاء والقدر، وأحلاهما مر، هذا شر وهذا شر. ثم نقول أن الإنسان في أشياء هو مسير وفي أشياء هو مخير، فإذا هذا السؤال بدعة من أصل ولا يسأل، وهذا أراد أن يوقع المسؤول إما في القول بالجبر
أو القول بالقدر. وأجبنا عن من يقول أن الإنسان مجبور ولا قدرة له ولا اختيار ويشرب الخمر ويقول أمر كتب الله عليه، هذا يضرب حتى يغمى عليه حتى يقتنع. فلا يمكن أن نسأل أو تأتي أسئلة في هذه الطامات، نقف عند حدود الله ولا نتعدى. نعم. نعم، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بالعباد بأفعال العباد، هذا الفرق بينهم. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالصلاة والصيام والحج والزكاة بكل عباد، هذا الفرق بينهم. توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الألوهية كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة في هذا التوحيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. لو كان عندنا امرأة عامية لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف أنواع التوحيد، سألنا تعبد من؟ قال تعبد الله. من الخالق؟ تقول الله. من الرازق؟ الله. هل لله الأسماء والصفات؟ تقول نعم، نثبت لله جميع الأسماء والصفات. وأنا أدعو دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذه موحدة. لكن طالب العلم لابد يعرف أنواع التوحيد الثلاثة حتى يعلمها الناس. أما إذا جاءنا عامي، مثال الآن تأتينا مرأة لا تعرف شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا مبطلات الصلاة، نقول لها صلي، فصلت على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد تدرس شروط الصلاة؟ لا، لا تحتاج. لكن طالبة العلم، امرأة تريد تدعو الناس، تعلم الناس، تفقه الناس حتى هي تتعلم أولا ثم تطبق ثانيا ثم تدعو ثالثا، تتعلم شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة. طيب، السؤال عن أسباب زيادة الإيمان وضد هذه الأسباب أسباب نقص الإيمان. أسباب زيادة الإيمان، الأول بدراسة التوحيد، لأن بدراسة التوحيد نعظم الله، ولو عظمنا الله ازداد الإيمان عندنا. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله. نعم، أعلى الأمم إسلاما وانقيادا هو عليه الصلاة والسلام. نعم، بدراسة التوحيد، ندرس التوحيد ولا يمكن أن نترك دراسة التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. دراسة التوحيد. الثاني بكثرة الطاعات، نكثر من الطاعات، زيادة مثلا السنن الرواتب، قيام الليل، الوتر، الصدقة، مثلا صيام الاثنين والخميس، قراءة القرآن، طبعا بعد أداء الفرائض، ولا يلبس علينا الشيطان، لأن البعض يحرص على النوافل ويضيع الفرائض. الثالث بترك المعاصي، ترك المنكرات، ترك المحرمات، ترك البدع، ترك الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. الرابع بالتفكر في مخلوقات الله، يتفكر ينظر في مخلوقات، يقول سبحان الله، هذا يزيد من الإيمان. طيب، أسباب نقص الإيمان ضد هذا، ترك دراسة التوحيد، ترك الطاعات، فعل المحرمات نسأل العافية والسلامة، ترك التفكر في مخلوقات الله. لا، الشيطان قد يلبس على بعض الناس، يقول ما استفدت شيء، وأنا لا أخشع في صلاتي، وأنا لا أصنع، وأنا لا أصنع. طيب ماذا يريد منا الشيطان؟ أن نترك العبادة؟ لا، طالما أن الإنسان سائر في الطريق إلى الله يدعو الله سبحانه وتعالى ويحاول ويمضي في هذا الطريق، ولا يمكن أن نترك الطريق أصلا. إذا لأن بعض يلبس عليه الشيطان، يقول أنت ما تخشع ولا يزداد عندك الإيمان وكذا، وأنت قد تكون منافق. قل يا الله، يقول هذا سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان يريد منا أن نقنط من رحمة الله،
ولماذا تصلي والصلاة ما تنفعك وأنت صنعت كذا وأنت صنعت كذا؟ هذا من الشيطان. الآن ذكرنا أن مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الدعاء قدر الله سبحانه وتعالى أن فلانا من الناس يدعو الله سبحانه وتعالى، وسبق في علم الله أن فلان يدعو ويعطيه الله كذا أو يغير عنه كذا. أما ما كتب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، لكن العبد يأخذ بالأسباب، ولا بد، لأن لا يمكن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب. وذكرنا لكم الآن بعض الناس يقول أنا لا أصنع شيئا. لا، ما يمكن. طبعا أنت تجلس الآن ولا تأكل ولا تشرب، لا يمكن، لا بد أن تسعى. وهزي إليك بجذع النخل، قادر الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليها الرطب دون أن تهز الجذع، لكن أراد الله سبحانه وتعالى منها أن تأخذ بالأسباب. هاجر رضي الله عنها عندما وضعها إبراهيم عند البيت لم تجلس، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سألت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فوالله لا يضيعنا الله. هل جلست؟ لا، أخذت تسعى، وإلى اليوم نحن نسعى. لماذا؟ حتى تتعلم الأمة الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه كان يلبس الدرع، لماذا؟ أخذا بالأسباب. ولا يمكن نترك الأخذ بالأسباب، هذا قدح في التوكل، قدح في التوحيد. والله هذه المقاطع التي تنتشر في هذه الأيام، الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني لماذا الآن نحن ننظر في هذه المقاطع؟ حتى ننظر صرنا في مقاطع فيها سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين. والله لو هناك مقطع لوالدة واحد منا مثلا أو والده يتكلم ويسب، هل ننشر هذه المقاطع؟ والله ما ننشر. كيف ننشر مقاطع فيها السب والاستهزاء والسخرية، فيها من لا يعرف بالدين أصلا؟ الله أعلم من أين تأتي هذه الرسائل، من أين تأتي هذه المقاطع؟ لا ندري، هم يهود أو نصارى أو مجوس أو ما إلى ذلك. لماذا لا نستمع لكبار العلماء؟ لماذا يعني تمضي هذه الأوقات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ لماذا ننظر في هذه المقاطع؟ لماذا نستمع لهؤلاء الذين لا يعرفوا لا بالعلم ولا بالتقوى ولا بالصلاة، ولا يعني حتى لا يظهر عليه أثر الإيمان، أثر الإسلام؟ والله لو رأيناه في الشارع لا نستطيع أن نحكم عليه هل هو من اليهود أو من النصارى قد يكون. فهذه المقاطع إخواننا لابد أن نتقي الله في هذه الأجهزة، لا ننزل أي شيء، لا نرسل أي شيء، لا تقرأ ولا تسمع إلا لكبار العلماء وارتاح. سبحان الله، إذا مرض الإنسان عندنا أين يذهب؟ هل يذهب إلى أخصائي؟ والله ما نذهب إلى الأخصائي، نذهب إلى استشاري أو بروفيسور. ثم بعد أن نذهب إلى الاستشاري أو بروفيسور مثلا يعطينا وصفة دواء، نأخذ الوصفة، نأخذ الدواء من الصيدلية، ثم نفتح الورقة التي داخل الدواء ونقرأ حتى نتأكد 100% هل هذا الدواء يصلح أو لا، طريقة الاستعمال، محظورات أو كذا يكتبوا للدواء، يعني أشياء ممكن تتفاعل مع الجسم، هل يصلح لي أو لا. أما العلم الشرعي نأخذ حتى من الكفار، حتى من اليهود، حتى من النصارى. ما يمكن، ما يمكن، والله ما يمكن أن نرجع، ما يمكن أن نستفتي جوجل، لأن جوجل هذا أو يوتيوب هؤلاء يعني عندنا زنادقة، زنادقة. لماذا؟ لأن لو أردنا مثلا
أن يكون الربا حلالا مثلا. ماذا نكتب لجوجل؟ الأدلة على حل الربا، يخرج أدلة لا ندري من أين، بل قد يخرج مليون دليل، ثم نكتب له أيضا الأدلة على تحريم الربا، يذكر الأدلة. فما يمكن، هل أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا؟ هل جوجل هذا هو من المسلمين؟ هل ما ينشر الآن في الانترنت، ما ينشر في اليوتيوب، هل هذا حق؟ لو أسأل أي واحد منا اليوم جالس معنا الآن، هل يجب أن نتثبت؟ يقول نعم، لكن الواقع والله لا نتثبت. الواقع ننظر في كل شيء، الواقع أننا نسمع لكل أحد، الواقع أننا في هذه الأيام حتى أصبح البعض يشكك في البخاري وفي مسلم وفي ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. حتى قال البعض اليوم يقول لا يمكن أن نحكم على إبليس بالكفر. سبحان الله، إذا نحكم على من بالكفر؟ إذا إبليس ليس بكافر، من الكافر إن شاء الله تعالى؟ فلا بد أن نتقي الله فيما نقول ونسمع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سبب في إقامة هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والاستقامة، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.